يعني قراءتك من النهارده مش هتبقى موجوده على اليوتيوب خالص يا رب. ان شاء الله يا رب اضع في الكومنتات كل الناس تدعي تقول في الكومنتات يا رب قناه ايسل ترجع. لا لا بص احنا اتفقنا مفيش عياط. والله عندي ليك خبر جامد جدا. ايه هو؟ الموزه على واحد بس. ايسل زي ما تيجي تيجي. انا عايز اقول لكم ما تنسوش ان جودي النهارده الجمعه نزلت فيديو على قناتها جامد جدا 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 روح اتفرج عليه. قناه جودي هتلاقوه فوق هنا برده او يظهر هنا. مش عارف ابو بيظهر فين بقى برضه. البرومو بتاع المسلسل محضر لكم وعايز اقول لكم انا والله العظيم ما نمت عشان خاطر احضر لكم البرومو دوت وتتشوقوا للمسلسل. شوف كده حته من البرومو. موجوده في الديسكريبشن وانا هحط لكم اهي فوق حالا دلوقتي اهي كده هي ظهرت لكم شفتوها هنا وتظهر هنا في حته من الاثنين اللي بنسى على طول. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا النهارده قبل اي حاجه تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كل الناس بتسالنا سؤالين المسلسل امتى وقناه ايسل فين؟ راحت فين؟ في ايه؟ هنقول لكم حاجه دلوقتي. هي ايسل وجودي دلوقتي هما نايمين جوه. احنا 4 عمر النهارده هما نايمين جوه وان احنا جالنا خبر حالا زي ما شفنا الصوره دي كده قناه ايسل اتقفلت مش نهائي. موجوده مش موجوده اللي بيقولوا عليها مش موجوده هي لا اتحققت ولا حاجه. هي اتقفلت من اليوتيوب لان ما ينفعش حد يبقى عنده اقل من 13 سنه ويكون عنده زي ما انتم شايفين هو مكتوب عندكم في الصوره قدامكم اهو. يعني الشروط يعني شروط السن الواحد عايز يفرح وزعل في نفس الوقت لان المسلسل كان نازل بكره اللي هو السبت. يعني بس الموضوع ده جه مفاجئ بكره احنا بنصور بقالنا فتره في مسلسل اسمه حكايه روح. المسلسل هينزل بكره الساعه 3 على قناه الكابتن دراما. قناه الكابتن دراما هتلاقوها موجوده في الديسكربشن وانا هحط لكم اهي فوق حالا دلوقتي اهي كده هي ظهرت لكم شفتوها هنا وتظهر هنا في حته من الاثنين اللي بنسى على طول. وكمان عايز اقول لكم ان المسلسل بكره الساعه 3 يا جماعه لازم تتابعوا وتشوفوا حلقات المسلسل كلها هتعجبكم. الفكره حلوه وكل اللي طلعوا في المسلسل عاملين شغل حلو قوي. المسلسل هينزل بكره الساعه 3. اول حلقه هو عباره عن حلقات كتيرة. كم حلقة؟ خليها مفاجأة. بس أهم حاجة رأيكم في التعليقات يعني تقولوا في الكومنتات كده رأيكم في البرومو كده تتوقعوا إيه القصة؟ كل بقى المسلسل تتوقعوا كده عايز في الكومنتات تقولوا إيه توقعكم للقصة دي؟ المهم نخش بعد كده على المفروض إن إحنا هنجيب جودي نشوف ردة عليها إيه؟ محدش عارف كده خالص. هم المفروض إن هم نايمين فهنصحيهم صحيين بقى عشان إن إحنا هنصور فيديو كده وعايزين. أنا خايفة من رد فعل أيسر. هنصحي جودي الأول ننده لجودي الأول ونصحيها ونشوف رد فعل جودي إيه؟ اللي كانت ايسل اتقفلت. طبعا زي ما انتم عارفين كانوا متحمسين جدا ربنا يستر. احنا هنشوف رد فعل جودي ايه وايسل ايه الاثنين ان القناه اتقفلت. اتوقع انها تعدي على خير. انا كان نفسي اوريكم رد فعل دودو على فكره. انا تقريبا اكتر لا لا بص هو الموضوع صدمه لان انا يعني كان عاجبني حماسها وهي اصلا بتعمل فيديوهات وان هي بتنزل فيديوهات لوحدها حتى لو احنا طالعين معاها بس هي كانت مبسوطه. فانا مش عارفه هي هتعمل ايه. عايز اقول لكم ان في فيديو جودي هو جهاز كشف الكذب يعني ناس كتير قوي سالتنا اسئله مهمه. لا روح ما تقولش اي حاجه في الفيديو. شوفوا الفيديو بتاع جودي هيعجبكم قوي. وفي حاجات نزل في نفس الوقت هنزل الفيديو في حاجات عملتها معانا الصراحه يعني كشفت كل حاجه. فالمهم دلوقتي هنجيب جودي ونشوف رد فعلها. هنصحيها وهي تلبس ونشوف رد فعلها. يلا بينا نجيب بقى جودي ونشوف رد فعلها لما تعرف ان احنا هنصور عادي كاننا بنسالها على حاجه ونشوف هي رد فعلها. يلا عشان ماما ما يقلقوش ويسمعوا. نصحيهم ونرجع تاني ونشوف هتعمل ايه جودي. دلوقتي يا جماعه هنجيب جودي. هي صحيت وايسل كمان صحيت بس ايسل تقريبا بتاخد شاور او خلاص مش عارفين. نهدى لجودي. جودي بصي احنا هنقول لجودي ان القناه هي اللي اتقفلت. شوف رد فعلها ايه. هتتقفل القناه هتتقفل. شوف رد فعلها ايه. جودي يا جودي سنتين تروح. جودي لا تعالي بسرعه. في صدى. في صدى. في صدى. في الباب على ايسل. مقفول. هي بتعمل ايه؟ ايسل 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 ايسل
بس الجو عصفور. تلبس في ايه؟ انا بقعد اقعد في ايه؟ ما فيش، احنا عايزين نقول لكم خبر. خبر انت عارفه ان قناه ايس مختفيه صح؟ واحنا عملنا ايميل وبعدنا قلنا لهم هي القناه راحت فين؟ قالوا ايه؟ لسه مش عارفين، لسه مش عارفين قالوا ايه، بس هم إيه قالوا حاجه ثانيه بقى. ايه؟ ان قناتك بيقولوا ان انت كمان قناتك هتبقى بايخ بقى، هتتشال خالص. مش عارفين نعمل ايه؟ عشان نستنك يعني قناتك من النهارده مش هتبقى موجوده على اليوتيوب خالص. بيقولوا ان انت قاعدين تحت السن فما ينفعش القناه دي تبقى شغاله. ما اعرفش، هم في ناس كتير قوي زي مين؟ ما دي سياسه شروط. دي شروط يوتيوب. لا ما هو في ناس كتير قوي من زمان اصلا ممكن ناقص، عشان في مشكله ان لما عملوا الاكونت الاكونتات بتاعتكم ما اتعملت معموله بسنكم الحقيقه. انت كده قناتك انت كمان حطيه. طب ما انتوا بتطلعوا معانا، احنا بنطلع. المشكله انا بس عايزه مش القصه مين اللي بيطلع معاكم، القصه ان هي القنوات دي بتاعتكم انتوا باسمكم انتوا بسنكم. التليفون فهمتي؟ عايز تليفون تاني كده. هتعملي ايه بقى دلوقتي؟ ما انا واحده جديده يا بنتي. ردوا علينا على قناه ايس. قالوا ايه؟ بس فرابير قالوا ايه؟ قالوا ان هو مقلب ولا محور عليك. طب احنا ممكن نروح واحده ثانيه عادي. بصي حبيبتي لازم يبقى السن كبير. فين؟ هو انت مش مصدقه؟ لا انا مش يا ماما. طب مش هو بيقول تحت 13 سنه هيتقفل؟ هو انت لوحدك اللي متضايقه؟ شو انا اسف، مش هو تحت 13 هيتقفل ده انا فوق ال 13. لسه ما جبتيش ال 14. ايه ده؟ هو مش هو تحت 13 هيتقفل؟ انت لسه ما جبتيش ال 14. ايوه تحت ال 13. انت دلوقتي محسوبه 13. 13 سنه. ماليش اعرفه ان انت 13 سنه. انا ماليش دعوه. طب بعد ما هم مش عارفين. معاكي بطاقه؟ معاكي حاجه تثبت؟ مفيش حاجه تثبت. يعني هم انا عندهم 13 سنه وهم انت بيهمك ده؟ لا مش همك ان قناه اختك اتقفلت. لا ما انت ما تجننيش ازاي وانا عندي 13 سنه. انت بتهمك نفسك. ثواني بس. هو قلب لسانه قلب لسانه تحت 13 سنه هيتقفل. انت همك نفسك دلوقتي؟ يعني انت همك دلوقتي نفسك مش همك ان اختك قناتها اتقفلت خلاص اكيد. مش هتكلم في حاجه. طب قناه ايس اتقفلت ممكن اعملها قناه. انا قناتها هتقفل ليه؟ انت بنفسك قلت ان انا بيقفلوا تحت ال 13. هو انت ليه عندك بتحلي المواضيع سهله كده ان ايس ان مش هتقفل تاني؟ لا اصل انا لا مش متاكد ان هو تحت 13 سنه؟ قلت له فوق 13 سنه. مضحك عليك ده انت كمان. ايوه انت بتضحك على ايه؟ طب اختك قناتها اتقفلت. ما انت مش متضايقه؟ ما انا اكيد متضايقه بس اللي هو اللي جنني اكتر هي دلوقتي فرحت يا جماعه ان قناتها مش هتقفل، ما هي برضه اتضايقت على قناتها. فلازم تفرح. احنا خايفين. خايفين نقول لايس. تفتكر رد فعل ايس ايه؟ زعلانه ولا مبسوط ولا انت ايه رد فعلك يعني؟ ولو هي اتعصبت تعرفي تهديها كده وتكسبيها ولا؟ تهديها مثلا القناه بتاعتي دي بتاعتي انا وانتي. انا خايف من ايس. بصوا هنسميها ايس الوجودي كده يعني. ما تفكروش عشان هي في حاجه واحد بس. ايس وزي ما تيجي تيجي. انا خايفه من والله. ايس لقيتها افورك تقول لها القناه بتاعتك دي انا هغير اسمها وتبقى ايس الوجودي. تعالي حاولي لو انت لقيتيها شد كده انت اللي تكسبي. انت لو قلت رساله يعني قسما بالله انا شكلي كده والمصحف ده بنام عشان المسلسل. تعالي يا ماما. طالع هنا عشان المسلسل. انت وقعت بلسانك ها؟ قلت لي تحت 13 سنه. تعالي. خلاص بقى يا جود انا مش شايف والله. صباح الخير. ايش يا كريم؟ عامله ايه؟ لابسه لبس يا خديجه؟ ايوه ايش يا اسطى. طلعي جنبي طيب. عندي ليكي خبر جامد جدا. ايه هو؟ المسلسل هيتذاع بكره الساعة 3 على قناة الكابيتان دراما. ومين البطل بتاع المسلسل؟ ايسي. هو في زغروطة اسمها لولو لي؟ اسمها ايش؟ اسمها لولو لي. اسمها قدها بقى على قدها. ايسولا عايزين نوريك على خبر. استنى بس الأول، استنى استنى. هو أنت مبسوطة إن أنت بتنزلي فيديوهات على القناة بتاعتك ولا حاجة عادية؟ لا مبسوطة. عايز اوصل انت عندك القناه كده بتاعتك و هي كل يوم تيجي تقول لي بابا انا قناتي بقت كام؟ بابا انا قناتي بقت كام؟ وهي الله الله اكبر. اه ماشي. لا مفيش. بص هي قناه هي جودة عايز تقول لك على حاجه. اه جودة عايز تقول لك على حاجه. انا قلت لها انت هتسمي لي معاها؟ لا انا خايف. ايه؟ لا مش عايز والله. قول لها والله 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 ايس ما تعرف الخبر حقيقي. قسم بالله ما تعرف الخبر. قسم بالله ما تعرف الخبر. قسم بالله. طب بصي احنا ممكن نقول حاجه حاجه. بصي احنا عايزين نتفق على حاجه. احنا هنقول لك على حاجه بس اولا ولا تعيطي ولا تعملي الحركات اللي بتعمليها دايما دي اللي انت عايشه بيها معانا دي.
يعني عايزك تبقي هاديه كده وما تزعليش. مش عايزين عياط. ماشي؟ بصي قناه جودي اتقفلت نهائي، قناه جودي بتاع اختك اتقفلت خالص. مبقاش عندها قناه على اليوتيوب خالص. ازاي؟ اليوتيوب قفلها عشان هي صغيره. عشان سنها لسه مش كبير فما ينفعش يبقى عندها قناه لوحدها. قفلوها القناه خالص. طب انا غيرت. ما هم قفلوا الاثنين. لا وقناتي. والله مش بعمل له حاجه. لا والله لا اصل هو عايز يكذب عليكي بس هم قفلوا. يعني انت زعلانه القناه اتقفلت؟ زعلانه القناه اتقفلت؟ ما هي قناتها هي كمان اتقفلت. زعلانه على القناه بالظبط. والله والله مش مقلب بتاعتك؟ يعني زعلانه على نفسك انت بس مش زعلانه عشان اختك؟ انا زعلانه على قناتك. لا يا جودي زعلانه عشانك. قعدت تقول لا قناه ايسل ازاي مش ازاي؟ صلي على النبي. انت مالك في ايه؟ انت سكتي ليه؟ قعدت اقول وانا من قناه جديده وهنحاول ان احنا نقومها تاني وهترجع احسن من الاول كمان. طب عندي فكره حلوه قوي. احنا نخلي القناه بتاعتك يا جودي بتاعكم انتوا الاثنين. نعم. ليه؟ ايه المشكله؟ لا ايه؟ انا عشان خاطر هي سنها مش صغير زيك. يعني هم اصلا ممكن يسيبوا قناتها يعني. صحيح. خلاص؟ عادي بقى. ماشي. هنعمل قناه ثانيه وهنكبرها وهتبقى احلى من اللي فاتت. ماشي يا قلبي؟ لا. لا ليه؟ ايه لا على قناتي ولا على قناتك؟ انت ايه اكتر فيديو كنت ايه اكتر فيديو بتحبيه على القناه بتاعتك؟ انا انا لا مش عايزين عياط. قلنا سوري ما تعيطش. طب بصي هتنزلوا مسلسل وهتبقوا بطلة فيهم مسلسل جامد. هقول لك على حاجه. هقول لك على حاجه. مش ينفع عياط والله العظيم. يا بنت اسمعي. طب لو كنا بكره احنا شغال التلفزيون. لا والله هي بقى. هي بجد والله الكلام مش موجود. بس يا سوري بص هنفهمك. خلاص سولي سولي بص احنا ما كناش نعرف يا سولي ان اللازم اللي يبقى عنده الطفل اللي عنده قناه يوتيوب لازم يكون سنه فوق 13 سنه. الله يعافيك. انت عندك كام سنه يا ماما؟ 13 سنه. هي عندها 13 سنه. حظها ان هي عندها 13 سنه فقناتها ما اتقفلتش. انت عشان لسه صغننه فقناتك اتقفلت بجد. كنا بنشوف انت هتعملي ايه. نشوفك هتزعلي عليها ولا لا. بس بجد بص هي لما على فكره يا جماعه هي عشان الصدمه. والله يا امي هنعمل واحده ثانيه وهتبقى احلى من الاولانيه. لا لا لما احنا قلنا لها في الاول ان قناه جودي اتقفلت عشان سنها صغير قعدت تقول ليه؟ قالت لي اتقفلت بس سنها زي ما فرحتش. بس هي بعد كده قلنا لها قناتك. لا هي ما فرحتش. ما قلناش انها فرحت. ايوه يعني هي اكيد زعلانه عشان اختها. عمرها سولي 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 بص مش ما تعيطيش يا ماما. بعد ما كبر برضه اتقفل عشان السن. وانا اتقفلت ثلاث اكونتات. شفت الاكونت بتاعك كان كبر قوي. جودي جودي كل شويه تعمل قناه تيك توك وتقفل. صح خلاص والحمد لله. والحمد لله هنعمل لك واحده ثانيه ان شاء الله. بس هنغير لك الدنيا. كل اللي بيتفرج على الفيديو دلوقتي هيستنى قناه ايسل الجديده. بص ايوه ولازم نضربها يا جماعه. مش هنعمل لك قناه جديده؟ طب ما هي خلاص خلاص. ماما بص يا ماما بص احنا عاملين نزعل لكم. مش ينفع عياط والله في الفيديو. مش ينفع عياط في الفيديو. لا يا سولي بقى مش عايزين عياط بقى خلاص. بص يا جماعه خلاص احنا هنعمل لها. احنا عملنا طعن عملنا طعن ان القناه ديت بننزل عليها فيديوهات. احنا كاسره مش لوحدها مش طفله لوحدها بتنزل. فاحنا مستنيين الطعن ومستنيين الرد. فان شاء الله يا رب ادعوا في الكومنتات. كل الناس تدعي تقول في الكومنتات يا رب قناه ايسل ترجع. كل الكومنتات تقول يا رب قناه ايسل ترجع لان فعلا هي بحبها جدا. خلاص بدات تكبر القناه يعني. لا الحمد لله. انا مش زعلان والله. انا زعلان عشان هي مش زعلان. لا لا في حاجه. هي الناس اللي كانت بتعمل لها اشتراك على القناه بتاعتها وبتتابعها وبتحب فيديوهاتها
هما لما يشوفوا الفيديو ده ويعرفوا ان القناه مش موجوده هي هي لما نعمل قناه جديده هيخشوا وهيشتركوا وهتلاقيهم بيتابعوا هيخلوها اجمد من الاولانيه صح هيبقى احلى هي هيبقى بقى هي هيشوف الكومنتات يقولوا لي نزلي فيديوهات اكتر هنشوف كام واحد في الكومنتات هيدعي ان قناه ايسل ترجع وكام واحد في الكومنتات هيبقى عايز قناه جديده لايسل ماشي يلا هنشوف الكومنتات بقى عامله ازاي اقول لك على حاجه سيبكم من ده كله قناه الكابيتال ودراما من بكره ايسل هي البطله لان هي ايوه بالظبط كانها قناتها هتعمل مسلسل هينزل عليها هي بطوله ايسل عامله دور جامد جدا اتفرجوا على 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 المسلسل بكره الساعه 3 ايوه واكتبوا لها بقى في التعليقات رايكم عشان انا هخليها تقرا كل الكومنتات بتاعتك ماشي كل الكومنتات ايسل هتقراها تمام يلا بنحبكم وعايزين الاعلان بيأذن اهو والله يا ايسل والله انا هتبقى قناتك الجديد او دي ترجع ان شاء الله والناس بتحبك والله هتبقى اجمد من الاول طول ما انت عندك ناس بتحبك ما تخافيش ماشي يا قلبي يلا اعملوا قلب بقى من الناس قلب عشان هم مين اللي عليك سبسكرايب الناس الناس صح انتوا قولوا يلا اعملوا قلب بقى بحبكم لا قولوا بحبكم صوت عالي بحبكم ايه ما سمعتش يلا اعملوا قلب بحبكم وهيوصلوها لاكتر من الفيديو ماشي قلبي انا هعمل لي القناه بالفيديو الجاي ممكن اقول لكم لو هنشوف القناه ترجع لو رجعت يبقى خلاص هنكمل عليها ما رجعتش هنعمل لها قناه جديده يلا بحبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد وروحوا اتفرجوا على فيديو جديد نزل عن بيزودي القناه بتاعتها موجوده فوق اهي تمام وقناه الكابتن دراما اللي هينزل عليها المسلسل بكره موجوده فوق اهي نحبكم ان شاء الله ان شاء الله قناه ايسر ترجع يلا سلام عليكم